السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية ريت كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم إشعارات وكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. يبدو أن هذا الوقت هو وقت السنغال، منتخبات السنغال. السنغال بتفوز على البرازيل 4-2 في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين. السنغال على مستوى المنتخبات سواء ناشئين أو شباب أو حتى منتخب الكبير، الأول حصوله على بطولة أفريقيا الأخيرة، صعود لكأس العالم، بيأدي يعني أداء جيد، يعني حتى الكرة الشاطئية مش سايبينها. يعني بالنسبة للنادي الزمالك، كنت اتكلمت مع حضراتكم في الفيديو السابق وقلت كده، لمحت على البروتوكول اللي كان بيتكلموا فيه وميدو أعلم ما يعني بشر جمهور نادي الزمالك من خلال تويتة ليه، وقال لك حصل بروتوكول تعاون والمستشار مرتضى منصور قاد هذا وحل أزمة مستحقات اللاعبين المتأخرة والعمال وبتاع بناء على البروتوكول تم توقيعه مع اتحاد الكرة المصري. ده احنا في كارثة، ده احنا مش في كرة مصرية، ده احنا مش في رياضة. وزير الشباب والرياضة مسخر وزارة الشباب والرياضة لخدمة نادي الزمالك وبيطعن على قرار العزل. وزير الشباب والرياضة بيدي دعم لنادي الزمالك، وزير الشباب والرياضة بيقعد مع لاعب في نادي الزمالك، وزير الشباب والرياضة لجان التفتيش ما كملتش عملها في نادي الزمالك، ولو كملت قالوا لي ان الناس وصلوا لايه في الانديه الرياضيه ومنهم نادي الزمالك. وزير الشباب والرياضه، وكنت قلت لحضراتكم من حوالي شهر ان في كلام فيما يخصه لما اتكلمنا عن صفقه امام عاشور وبقيه مستحقات نادي الزمالك وميتلاند ومش لاقيين حساب والحسابات محجوز عليها. وقلنا وقتها ان نادي الزمالك اتفق مع رابطه الانديه ان ميتلاند يحول الحس فلوس على حساب رابطه الانديه عشان ما تدخلش على حسابات نادي الزمالك المحجوز عليها، وزاره الماليه الدوله تاخد حقها، وممدوح عباس الافراد فرد ياخد حقه، احنا في دوله القانون. يعني النهارده نادي، والوزير قال لك لا ده احنا هنعمل حساب بقى بريدي كده نادي الزمالك عشان ما يبقاش محجوز، ما هيتحجز عليه برضه. فلما ما لقاش فايده وصلوا الفكره اكبر. كنا بنتكلم ونقول محتاجين شفافيه، وقتها قال لك وزير الشباب والرياضه هيحقق في هذا الامر، وهذا الامر مخالف، ازاي حساب بعيدا عن نادي الزمالك؟ وقتها نتكلم افرض الحساب ده اتحط، مش فيه ارباح؟ الارباح دي هتروح لنادي الزمالك ولا هتروح للرابطه؟ يعني الحساب لما يجي على نادي الزمالك على حساب الرابطه فلوس نادي بالدولار قعدت يوم 2 3 شهر ممكن يتحسب لها فايده ولا بتاع، راحت فين هذه الاموال؟ والفايده دي لحساب مين؟ ده مخالف ولا مش مخالف؟ طب الوزير قال لك هنحقق ومفيش اي نتيجه للتحقيقات بان. اوف عملوا ايه بقى؟ ها؟ قال لك حولوا، عملوا بروتوكول مع اتحاد الكره المصري، قال لك الفلوس بتاعت نادي الزمالك هتيجي على حساب الاتحاد المصري لكره القدم، حساب خاص بالاتحاد، ويكون النادي حر في استخدامها. يا سلام سلم اتحاد الكوره، الحسابات البنكيه الخاصه بحساب اتحاد الكوره، ها نادي الزمالك هيحر، هيبقى حر بقى يسحب يودع يعمل ايه ده؟ ده في انهي قانون ده؟ قال لك اتفق على كده. ده انا ما بقولش، انا كنت بقول عايزين شفافيه، الفيديو اللي فات قلت الكلام ده، محتاجين شفافيه، لكن ده اللي اتضح واللي حصل بالفعل. يعني كان في بعض الكلام لما قلت حضراتكم هيعملوا كذا كذا، لكن ده اكدوا ميدو اكد هذا الكلام في وجود الوزير. ده اسمه ايه؟ اول هام مش ده اسمه التفاف على القانون علشان يضيع حقوق المؤسسات وحقوق الافراد؟ وزاره الماليه حاجزه على حسابات نادي الزمالك ولها فلوس 139 مليون او 100 حاجه و 100 وحاجه مليون، وممدوح عباس ليه تقريبا 70 مليون وحاجز. فاحنا نتفق ناكل حقوق الدوله وناكل حقوق ممدوح عباس وما ندلوش حقه، والرابطه بقى بمساعده الرابطه ومساعده مين؟ اتحاد الكره المصري في عهد مين؟ في عهد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي. عايزين حد يفهمنا، مسؤول يكلمنا يكلمنا ده مخالف ولا ده قانوني؟ بس مش عايزين اكتر من كده. ها
ده حسابات تخص نادي الزمالك. طب الحساب بتاع الرابطه ده، الارباح بتاعته والعوائد بتاعته هتكون لحساب نادي الزمالك وحساب اتحاد الكوره. طب واتحاد الكوره بيعمل كده مع كل الانديه؟ طيب فين المسافه الواحده بين طب واتحاد الكوره ده جدوله كمان؟ قال لك ال 60 مليون بتاعه ياخد كل سنه 15 مليون. يا سلام يا سلام، يعني كان اتحاد الكوره مش طايق ياخده، يقول لك عايز فلوسك افتح لي حساب وحط فلوس وانت كل سنه تاخد 15 مليون، كل فتره قيد تاخد 15 مليون. ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ يا سلام عليك يا حازم يا امام، يا سلام عليك يا احمد، يا سلام عليك يا مرتضى، يا سلام عليك يا وزير الشباب والرياضه. لا والله، ويقول لك ميدو لعبها صح مرتضى منصور وادارها بشكل، لا ده مش صح، ده احنا عايزين قالوا ايه؟ ممدوح عباس بيخاطب الوزير يقول له ابعد مرتضى منصور عن اي منصب لانه ابنه عضو مجلس اداره، والوزير مش عارف اللي احنا شايفينه والكلام ده كله. هنشوف اخرتها ايه الفضايح. وطالعين يقطعوا في عامر حسين علشان جدول المباريات، لكن اللي بيحصل من الفلوس والكلام عادي، ولا ده بيدافعوا عنه بيقول برافو برافو بيشيدوا. احنا في عالم البلاله، في عالم اللالا الهلاله البلاله البليله، اي حاجه سميها كله عايم في بحر البليله. كلام كتير وقلت حضراتكم. طارق حامد خلاص بنسبة كبيرة يعني هيخرج من نادي الاتحاد السعودي بسبب وجود كانتي. هل هيكمل في السعودية ولا هيكمل في بيراميدز ولا هيعود للزمالك؟ هو بالنسبة له لو في عرض مادي كويس هيرجع للزمالك، لكن قصة بقى الأزمات اللي حصلت بينهم وبين مرتضى منصور هنشوف الدنيا راحة فين. يعني بالنسبة لنادي الزمالك وصفقة القرن والحديث عن صفقة القرن وصفقة هتعمل بوم، اللي قالها ابراهيم فايق واللي قالها قبل منه خالد الغدور، ميدو بيقول لك وحياه ولادي ما في حاجه اسمها صفقه قرن، و80% من الاسماء اللي بتتقال ما نعرفش عنها حاجه. قبل ما نتكلم في التفاصيل بتاعت ميدو اللي بيقول لك احنا بيتكلم في برنامج احنا نادي الزمالك، مش ميدو الاعلامي او نادي الزمالك، لا اللي بيقول لك عادي عادي علني قناه المحور وقناتنا قالك احنا، ولا النهارده انا مش جاي اقول لكم الكلام ده النهارده، الكلام ده انا بقوله من زمان يعني زمن الزمن لما ميدو اساسا اشتغل في الاعلام. اي قناه بيروحها هي قناه دي ثانيه لنادي الزمالك اضافه الى قناه نادي الزمالك الرئيسيه. قبل كده طلع وصرح لك كنا بناخد تعليمات من مرتضى منصور علشان نضغط على اللعيبه ونهاجم لعيبه بعينها علشان نسلمهم للجمهور عشان يوقعوا، يعني اجندته واضحه خدمه نادي الزمالك. في نفس الوقت بيطلع يهاجم النادي الاهلي ويتكلم عن فلوس النادي الاهلي واهلي صرف والنتيجه ايه ومحمد الشناوي جاي له عروض واللاعب الفلاني جاي له عروض والكلام ده كله، ويزعل ويقول لك في ناس موجهه النادي ضد نادي الزمالك. لكن قبل ما نكمل مع ميدو، الفيفا بيصدر قرار حكم محكمه بسبب مستحقات اللاعب التونسي نور الزمان الزموري نور الزمان. المحكمة الرياضية قالت حكمت ليه مستحقاته في حالة عدم دفع نادي الإسماعيلي مستحقات اللاعب التونسي، سيتم إيقاف قيد نادي الإسماعيلي لثلاث فترات قيد. يعني الأخ ميدو زي ما راح مسخر برنامج بتاعه بقى للدفاع عن نادي الزمالك والهجوم على أي حد بيقول أي أخبار عن نادي الزمالك. قالك الزمالك لن يتأثر بالسوشيال ميديا ومش بنتأثرش بأي حملات ضدنا، بيتكلم ميدو في البرنامج بتاعه ضدنا اي حملات ضدنا. طب ما تنقل غيروا اللوجو بتاع القناه وسموها قناه نادي الزمالك نمبر 2 او برنامج ميدو بدل ما هو ريمونتادا لا زملكاوي نمبر 2. ايه المشكله يعني؟ ولا خليها نمبر 1 عادي يعني ما فيش مشكله. احنا مش هنتاثر بحملات ولن نقوم بالتوقيع مع عدد كبير من اللاعبين مثلما تردد بين الزمالك تعاقد مع فرقه كامله. قال لك شئتم ام ابى، احنا عارفين احنا بنعمل ايه مع الزمالك وعارفين بنعمل ايه مع عشان ينافس في كل البطولات في الموسم الجديد. والله يا ميدو انا مبسوط انت موجود مع مرتضى منصور في نادي الزمالك لان ما فيش حاجه هتتغير في نادي الزمالك، وانا اهو وانت اهو والزمن اهو بينا اهو كما قال كما قال الفنان حسن الاصبر رحمه الله عليه. يعني بيتكلم بيقول لك فيما يخص قضيه كهرباء، الزمالك النهارده فعل الشكوى الخاصه بقضيه كهرباء في الفيفا لان الزمالك حل مشكله حسابات محجوز عليها وبالتالي تفعيل الشكوى تم النهارده. ما كانش ينفع نفعل الشكوى قبل كده علشان الحسابات كان محجوز عليها، لازم الناس تفهم ليه تاخرنا في تفعيل الشكوى. لاعب مقدم برنامج طالع بيعادي لاعب اخر في النادي الاهلي او بيتكلم بصيغه نادي تاني او باسم نادي التاني ويطلع يقول لك في ناس موجهه ضد نادي الزمالك وفي برامج موجهه والزمالك تقدم ضدهم علشان قالوا خبر ان فتوح وقع للنادي. ده احنا اقسم بالله يا ميدو انا قلت مش عاوز اتكلم خلاص. بيقول لك تواجد عامر حسين كعضو في مجلس اداره اتحاد الكوره، شوف دي النكته بقى، قالوا لك بالتناقض مفيش حاجه اسمها ما عندناش اعلام، ده احنا لازم والله نص البرامج الاعلاميين والبرامج دي تتقفل وتتمنع ودول يتمنعوا من الظهور اساسا.
ميدو المتناقض بيقول لك ايه؟ تواجد عامر في ظل هجومه بقى على عامر حسين، هنا الهجوم على عامر بيقول لك عامر حسين كعضو في اتحاد الكره وبالاضافه لوجوده ايضا في اداره لجنه المسابقات هو تعارض في المصالح وقمه الفساد الكروي في مصر، انت قاعد بتعمل ايه كرئيس لجنه المسابقات؟ هل انت مبسوط انك بوظت الدوري بالقرارات؟ وبيقول لك ايه؟ العالم كله بيضحك علينا، بيقول لك شوف في فريق لعب 30 ماتش وفريق تاني لعب نص ماتشاته بس، ده عشان نقدر ناخد بطولة افريقيا، فالنار مفرتكة الدنيا يعني. هنا اللي بيقول لك بقى تعارض المصالح والحاج عامر حسين صاحبك حازم امام اللي موجود في زد واللي موجود في اتحاد الكرة المصري، ظروفه ايه من تعارض المصالح؟ ظروفه ايه من تعارض المصالح؟ فهمنا يا بتوع الاستاذ احمد دياب اللي موجود رئيس شركة فيوتشر لكرة القدم موجود رئيس الرابطة، فين من تعارض المصالح؟ فهمنا يا بتاع يا بتاع بلاد بره يا متعلم يا متسقي، العالم كله بيضحك علينا يعني. بالنسبه لمحمد، ملخص تصريحات محمد الشناوي مع المذيع الرائع يعقوب السعدي، اتكلم قال لك بالنسبه لكولر مدرب هادي ومنظم ومش متسرع في قراراته، اتكلم محمد الشناوي قال لك الفريق المركز الثاني بالنسبه لنا كنادي اهلي زي المركز الاخير ودايما في الاهلي متعودين ان فيه ضغوط، واتكلم عن شراسه جمهور الوداد قال لك جمهور الوداد اشرس من جمهور الرجاء، ولكن في الاخر انت بتلعب 11 لاعب ضد 11 لاعب والجمهور مش بينزل يلعب. قال لك دوري ابطال افريقيا 2023 بالنسبه لنا كلاعبين زي ما قلت البطوله التاسعه الاهم امام نادي الزمالك، قال لك في المنتخب احنا بننسى الاهلي والزمالك والانتماءات ولعبه الفرق المنافسه، بركلنا على الفوز في افريقيا بعد تتويج النادي الاهلي، قال لك كنت جاهز في مباراه الذهاب وغيابي لم يقلقني، نصحت مصطفى شوبير بالهدوء واثناء المباراه وباركت له بعد المباراه وكنت سعيد بيه، ده اللي حصل لما اعطيته الميداليه، لم يعني ما حضرتش لموقف ان انا او ترتب ان انا اديله الميداليه تجي بشكل تلقائي، كان في عرض من نادي النصر السعودي ويجن وقلت القرار بايد النادي الاهلي والنصر حاول ولكن ما فيش نصيب وانا في بيتي في النادي الاهلي، انا يعني اذا خرجت فهخرج من عن طريق النادي الاهلي من الباب الكبير، الاحتراف الخارجي مازال في البال يعني، لكن ارحل في حاله واحده اذا النادي الاهلي وافق والنادي اللي مش هيقف ضد مصلحتي، ما ينفعش يكون في لاعب موجود وليه دور في الفريق وما يستلمش ميداليه التتويج. اتحاد افريقي محدد 20 لاعب وسبع افراد من الجهاز الفني، شوبير كان ليه دور مهم في المباراه والاولى فكان لازم يستلم الميدالية، وقال أنا تربيت النادي الأهلي وده بيتي وعشت فيه أجمل أيام حياتي، ولما رحلت رحلت بهدف العودة من جديد مرة أخرى ونجحت في تحقيق هذا الهدف، وقال لك تأقلمت سريعا مع فايلر كولر مدرب هادي وهستمر في الملاعب ما دمت قادر على الأداء، ما بفكرش في قصة إن أنا ألحق الحضري والأرقام وعبد المنصف والكلام ده كله، قال لك هتوقف عندما اجد استطيع يعني احس ان انا خلاص مش قادر يعني، خالفتي في الاهلي كلمه كبيره لي اهداف اخرى مع النادي الاهلي وطموحنا تحقق وطموحنا في النادي الاهلي ان احنا نحقق كل البطوله بندخل فيها وهذا اللي اعتدنا عليه في النادي الاهلي، وقال لك لم اكن اشارك قبل كاس العالم بسبب وجود شريف اكرامه وكان بيشارك مع النادي الاهلي وطلبت ان انا اخرج من النادي الاهلي عشان كان هدفي ان انا اشارك في كاس العالم، كنت مستني الفرصه، قال لك طلبت الرحيل كنت عايز العب في كاس الجزائر، بيتكلم عن ياسين بونو، قال لك ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي من الحراس الكبار في افريقيا واوروبا ومفيش تواصل بيننا وبين بعض، لكن لما بنتقابل بنتكلم، هو شخص محترم ومتواضع بالنسبه لي، نوير حارس مرمى طبعا بايرن ميونخ هو رقم واحد، واتكلمت معاه لما اتقابلنا في كاس العالم للانديه وبنتواصل بعد البطوله، قال لك من الافضل للاهلي سؤال الوداد ولا صن داونز، قال لك كنت بفضل مواجهه صن داونز كنت عايز مواجهتهم مره اخرى، لم وقال لك انا لم اقصد لسان الوداد ما بقللش من الوداد يعني، فوز في نفس ملعب رد الاعتبار للنادي الاهلي احترم الوداد، كلام رائع من حارس مرمى كبير يعني. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم ودمتم في امان الله ورعايته، استغفرك ربي واتوب اليك، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.